شاء الله النهارده هعمل لكم نوعين من المخلل، هعمل لكم فلفل وهعمل لكم خيار. طبعا انتوا عارفين الفلفل دلوقتي البلدي نزل خلاص بقى في السوق متوفر، وعندي الخيار برضو رخص وبرضو البلدي موجود مش الثوب. فهبتدي دلوقتي كده معاكم. طبعا اللي هنا طبعا خيار، طبعا بنقي اللي هو الصغير ده بيبقى احسن من الكبير. وعندي هنا الفلفل البلدي على قد ما بقدر ان انا انقيه صغير كده زي ما انتوا شايفينه. هبتدي معاكم نخلي الفلفل الاول وبعد كده نخش على الخيار. فكده انا غسله الفلفل، طبعا هبتدي ان انا اعمله معاكم. طبعا انا بقطع كده يعني زي ما انتوا شايفين كده، اهو اقطعه كده مش كلها، واقطع حته صغيره من هنا اهي كده وحته صغيره من تحت، يعني انتوا مش عارفه هي باينه اهي كده. هعمل بقى كله كده وبعد كده بقى هنجيب البرطمانات واخليه معاكم. طبعا زي ما انتوا شايفين انا خلصت اهوت، اهو زي ما انتوا شايفين قطعته من هنا ومن هنا. ده على فكره كيلو فلفل. حط له بقى، طبعا احط البرطمان الاول، هستخدم له ملح وميه بس. بالنسبه للميه انا طبعا ما عنديش حاجه عاير بيها، فعاير في شفشق الخلاط، هو ده بيبقى لتر، فانا هعاير الميه بيه. بس هنا نعبي الاول الفلفل. طبعا هو حلو قوي ان الفلفل البلدي دلوقتي متوفر مش الكبير، بس خلي بالكوا بيبقى طبعا بيبقى حامي جدا. طبعا هو حتى باين من ريحته ان هو يعني فلفل حامي قوي. كده هبتدي بقى ان انا هجيب الميه دلوقتي. طبعا كده انا عايرت لتر ميه اهوت زي ما قلت لكم في شفشق الخلاط. هبتدي ان انا احط كده واشوف هتحتاج تاني ولا لا. هحتاج ايه بقى عليه؟ اللتر عليه معلقتين ملح، وفي حاجه تانية بحطها بقى عشان تدي قرمشه حلوه كده او تخليني اقرمش، احط معلقه سكر. ده بتحافظ عليه، بتبقى زي ماده حافظه وفي نفس الوقت ان بتخليه مقرمش. طبعا ادوب ده كله كده. احنا هو الفلفل يعتبر ان احنا بنحب ناكله، الخيار، لكن في انواع مخللات كده بيبقى يعني بتقعد عندنا مش بناكلها، لان احنا اكتر حاجة بنحبها السلطة، بتبقى احسن صحية عن المخللات كمان. هبتدي بقى ان انا اضيف كده كله. طبعا كده محتاجة تاني. كده احط نص اللتر تاني، احط عليه معلقة ملح. طبعا كده كده انا حطيت السكر خلاص، مش هحط سكر تاني ومش هحط خل، لان انا هسيبه يستوي براحته. هو عامة كده ولا كده اعرف ازاي ان هو استوى؟ اول ما الاقي لونه ادى الصفار شوية كده بيبقى خلاص كده ان انا اقدر ان انا اطلع واكل منه. يومين بقى ثلاثة اهو كده زي ما انتوا شايفين. في حاجه بقى انا يعني بحب ان انا احطها جواه، انا عاوزاه يبقى مكبوس على اساس ان الميه تطول كله، فاي غطا عندي اي غطا بقوم حاطاه كده مدخلاه
فيه ومكبسه بيه، ده بيخليه ما يعملش وش معايا، ويبقى كله بقى يبقى مكبوس تحت كده ويستوي كله سوا واحد، ما يبقاش فيه لون اصفر والتاني يعني لسه مخضر. بس وهقفله كده وهبتدي بقى ان انا اعمل معاكم كده الخيار. كده هبتدي ان انا اعمل معاكم الخيار، برضو هنقطع حتة صغيرة كده، مش هنقطع كتير، انا الحتة دي بس عشان تدخل المية يعني، مش تخليه يتخلل كده، بس برضو مش عاوزاه ان هو يبقى يتهري، فانا هتبقى حتة صغيرة كده. اكمل كله وارجع لكم. طبعا هو انا خلصته وقطعته من ناحيتين، هبتدي بقى ان انا احطه في البرطمان زي ما هو، لان انا مش مستعجله عليه. وفي حاجه تانية برضو، لو انتم مستعجلين عليه تقدروا تحطوا خل، انا برضو مش بحط الخل، لان انا عاوزاه يجي يستوي براحته كده او كده، انا مش عاوزاه يتهري، لان الخل بيساعد على تسويته، وفي نفس الوقت هيتهري مني لو انا فضل عندي يعني. فانا طالما مش مستعجله عليه او هاكل منه براحتي، فخلاص ما بحطلوش خل. برضو نفس النظام بقى، بس في اضافه هحطها عليه تاني او اضافتين. هحط ايه؟ هحط فصين توم، هقطع عليه فصين توم، وهحط عليه نعناع. فانا دلوقتي هحط التوم، هقطع كده التوم طرنشات، طبعا انا برضو مخزنه التوم في الفريزر صحيح. الفص التاني، فصين تلاتة، ده بيديله طعم حلو قوي. وبرده نفس النظام، مش بياخد وقت في السوا بتاعه. هبتدي بقى كده ان اظبط معاكم الميه بتاعته. طبعا زي ما انتم شايفين برضو انا عيرت في الشفشق، لانه مش ما عنديش حاجه عاير بيها، فعيرت هو لتر برضو او ازازه بيبسي، لو في ازازه بيبسي متوفره عندنا اقدر برضو ان انا اعير بيها لتر. احط معلقتين برضو من الملح، احط معلقه سكر، والحاجه برضو اللي انا هضيفها تاني هحط معلقه كده صغيره نعناع، ده بيدي طعم حلو قوي للخيار. هحطه هنا كده على طول. طبعا هقلب بقى واضيف كله على بعضه. طبعا زي ما انا قلت لكم السكر بيديله قرمشه، وبتبقى زي ماده كده حافظه للمخلل. خل مش بحط خل عشان ما استعجلش في السوا بتاعه ويتهري مني بعد كده. طبعا كده زي ما انتم شايفين، طبعا انا كده خلصت الخيار كمان كده. هو طبعا مش محتاج يتكبس، انا طبعا كبست الفلفل لان الفلفل هنا عندي هش، انما الخيار مضغوط،
فانا كده كده خلاص كده اهوت البرطمان مليته لاخره، هبتدي بقى ان انا اقفله كده احكمه كويس. كده بقى في يعني في حاجة، اول ما الاقيه بيصفر معايا ده كده يبقى جاهز للاكل. في حاجة تانية برضو، انا عشان احافظ عليه ان هو يقعد معايا فترة اطول، اول ما يصفر معايا بقوم مدخلاه التلاجة. لو دخلتيه التلاجة وقعدتيه شهر معاكي هيقعد معاكي مش هيجرى له اي حاجة، يمكن اكتر من شهر كمان. بتاكلي منه بسرعة يعني او بتطلعي منه باستمرار، يبقى خلاص خليه بره مش هيجرى له اي حاجة. بس الاحسن ان انا بفضل ان انا احطه في التلاجة على الرف كده، بيحافظ عليه وقت اطول. معلش هنا بس عشان انا محطتش فلفل حامي، فحط معلقة شطة كده برضو. طبعا ما بحبوش حامي خلاص ما يحطش، فانا بس حطيت كده، حبيت ان انا اضيف الشطة وهقلبها. طبعا كل ده هيسقط تحت. طبعا ماما ايفا كل شويه تسالني عندك مخلل عندك مخلل، فقلت اعمل لها برطمان صغنطوط كده على قدها. فطبعا هعمل لها خيار، هبتدي ان انا طبعا انا عندي القطاعه اللي هي المشرشره ديت، لو ما عندكوش يبقى بالسكينه العاديه. طبعا انا بقطعه كده على اساس ان هو ده يبقى سريع بيتعمل معاها بسرعه يعني. طبعا دي طريقة التقطيع في ايديكي، طبعا حسب ما انت عاوزة، ممكن تتقطع بالطول. كده طبعا هقطع برضو فص ثوم اهو هضيفه، هقطع فلفل حامي، طبعا انا البسه كده على اساس ان ديت مش هلاقي بقى غطا ليه ان انا احط فيه، احطه جواه. طبعا هحط الشطه بقى، مش هحط لها شطه كتير برضو عشان معدتها، هحط نسبه شطه صغيره كده وهحط برضو حبه نعناع صغيرين. كده هحط يعني اقل من نص معلقه سكر كده او معلقه صغننه، عشان ده طبعا برطمان صغير، هحط برضو نص معلقه كبيره. طبعا هدوب ده بالميه. طبعا كده هبتدي ان انا اضيفه بقى عليه. طبعا هزود حبة صغيرين تاني اهو بس كده. طبعا كده انا يبقى عملت برضو برطمان تاني صغنن كده لماما ايفا. يبقى كده خلصت المخلل، هو سهل وسريع، ودي زي ما انتوا شايفين ما خدش وقت معايا خالص طالما الحاجة موجودة عندي.
سهل وسريع ومش هياخد معاكم حاجة، وان شاء الله لما اجي برضو يستوي يعني هفتحه معاكم برضو واوريه لكم، واقول لكم باي باي وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.